بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخوكم أيمن يعني الله، رسام كاريكاتير بعض الصحف المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ورسام معتمد من وزارة الثقافة والإعلام، وكذلك لي عمل يومي ينشر في صحيفة الشرق السعودية. طبعا أنا حاب أعطيكم صورة سريعة عن فن الكاريكاتير. هذا الفن الجميل للأسف نجده مهمش داخل الدول العربية، لكنه نجده خارج الدول العربية فن محبوب ومتميز وله دور إيجابي. هذا ما نتمناه داخل الوطن الحبيب. ثقافة الصورة ثقافة لا يتميز بها إلا من يتقن فكرة الكاريكاتير من ناحية التجسيد، بحيث أن الكاريكاتير إذا وضعت له صورة وإطار كامل بدون وضع كلمات كثيرة كان معبر أكثر، بحيث يستطيع أي متلقي أو أي قارئ أو أي مشاهد، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الجهات المرئية، سواء في الجهات المسموعة، يكون له دور بارز في إيصال رسالة ذات رؤية جميلة، بحيث أن يبتعد عن الكلمات لكي يستطيع جميع الشرائح أن تفهم هذا الكاريكاتير. الجميع يعلم أن فن الكاريكاتير متى يكون معبر وجميل ورائع؟ عندما تنتقد الصورة لتقوم، ولا تنتقد الصورة لتنتقص. فن الكاريكاتير عندما ينتقد ليقوم ويبتعد عن الانتقاد لانتقاص الأشخاص، هنا نجد أن رسام الكاريكاتير وضع له رؤية كاملة ومميزة، بحيث أصبحت ثقافة الصورة ثقافة رائعة ومميزة. نحن الآن في عصر السرعة، الجميع يعلم أن الجميع لا يريد أن يقرأ، لا يريد أن يطلع، لا يريد أن يجد سرد من الكلام كبير، العكس يريد أن يشاهد صورة مختصرة ذات ألوان، ذات إطار مميز، ذات بعد، ذات فكرة، بحيث يكون المتلقي متقبل لهذه الصورة لتكون جزء مميز من ثقافة الكاريكاتير. المملكة العربية السعودية يوجد فيها عدد من رسامين الكاريكاتير المتميزين على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم. كثير منهم من مثلنا خارج المملكة، كثير منهم من تميز، كثير منهم من أبدع، لكن للأسف نجد أن المسؤول في منطقتنا الحبيبة يخاف رسام الكاريكاتير. لماذا؟ البعض، طبعا أنا لا أعمم، البعض لأنه يخاف على الكرسي الذي يجلس عليه. رسام الكاريكاتير كلما كان مبدع كلما خاف منه المسؤول أكثر، لذلك نجد أن معارض رسام الكاريكاتير قليلة بالنسبة لأصحاب الفنون الأخرى من الفن التشكيلي، من التصوير. أنا أتمنى من إخواننا في المملكة العربية السعودية، من المسؤولين ومن أصحاب القرار، أن يضعوا رؤية متميزة لرسام الكاريكاتير. لماذا؟ لأن رسام الكاريكاتير هو من البيئة البسيطة، يستطيع أن يجد العيوب والسلبيات الموجودة في الشارع، الموجودة في المجتمع، الموجودة في الأسرة، فيظهرها للمسؤول. يجب أن تكون الرؤية واضحة. لا أنسى الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، حيث كان له رؤية رائعة وجميلة لرسام الكاريكاتير، حيث كان يتابع الصحف ويرسل رسائل نصية أو عبر البريد لأي كاريكاتير مميز، وكان يأخذ الكاريكاتير ويطبعه ويصوره ويضعه في المكان الذي يكون مسؤول فيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن ثقافة الصورة لها دور بارز في دحض سلبيات المجتمع. طبعا أنا ولله الحمد كان لي مشاركة في كوريا الجنوبية وقبلها في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعنا صورة لرسام الكاريكاتير السعودي المتميز الرائع الإيجابي، أعطيناهم صورة مختلفة عن الموجود عند الغرب من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا. كانوا يعلمون أن رسام الكاريكاتير العربي أو السعودي بعيد عن الإبداع، بعيد عن التميز، بعيد عن الفن، بحيث أننا نستطيع بأعمالنا، بفننا، بخطوطنا، أن نجعلهم ينظرون إلينا ويقتبسون من إبداعنا ويحاولون تقليدنا، عكس ما كان الجميع في السابق أن يقلد الغرب ويبحث عن الإبداع الغربي. اللهم لك الحمد، وطننا يزخر برسامين كاريكاتير كثر. أنا لا أريد أن أذكر بعضهم وأنسى الباقين، الجميع متميز، الجميع له خطوط، الجميع له إبداع. هذا الكاريكاتير طبعا الكاريكاتير هذا دعم لإخواننا في الجنوب، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعاهم ويحفظ بلادنا، وهو كاريكاتير حصري لمجتمع أرفا، لمرضى التصلب الذي أشارك فيه اليوم، وأشكرهم على هذا الركن المميز. تمنياتي للجميع بالتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الملك سلمان رعاه الله.